رجعنا معكم مشاهدينا بالفقرة الثالثة، وكما وأنه بحب أذكركم أنه الأخت ليلى زعرور بعدها موجودة معنا، وحنستضيف هلأ إلى جانبها الأبونا حنا اسكندر دكتور بالتاريخ. أهلا وسهلا فيك أبونا. الله يخليك حبيبي. أبونا هيك إذا بدنا نكون عم نحكي عن حياة القديس شربل تاريخيا، من أي منطلق بتحب أن نكون عم نبدأ؟ ليك لك خلي الأخت ليلى هي تحكي عن طفولة مار شربل، هي بنت الضيعة. أنا راح أحكي بداية حياته الرهبانية وقت ترك الدير، وقت ترك الضيعة وراح على الدير. هلأ بتركه للدير كان هو أكيد تقي، معروف عنه تقي وفضيل، وكان في عنده خاله موجود بدير إصحية اسمه بونا غسطين، وكان عنده خاله تاني موجود بدير ميفوق اسمه بونا دانييل. هوني مرة كان جاي بونا دانييل تشق على خيه وورع على أخته فوق أبو عكفرة، بقى جيب معه وقت يوسف خده معه على إصحية، قال له يا خالي إذا خدته معك ما بيرجع. وفعلا بس رجع رح هو وخاله على دير ميفوق. بدير ميفوق ترهب هونيك، عاش حياة حلوة، صار معه مشكلة، كان يعني حياة حلوة صلوات وإيماتات وأصوام وصمت وكله وشغل، صار معه مشكلة. هو كان شاب حلو أشقر، في بنت وقت اللي يشتغلوا الأز، نعم، كان الدود الأز يضطروا يجيبوا عمال كتير تيطعموه يفرموا له، بيكون بعضه صغير الدود بيفرموا الورق 100%، بقى بدهم عمال كتير، يضطروا الرؤساء يجيبوا نسوان، والنسوان ممنوع يشتغلوا مع الرهبان. بقى صار في احتجاجات عليها كتير هيدي بين الرهبان، وبإصحية اجتمعت السلطة العامة وأخذوا قرار، لانه رئيس بغض النظر مشان اجل المدخول، لانه كان المدخول الاساسي للدير هو دود الاز، بقى بيطلعوا بقرار بالسلطه بيقولوا ولو خربت مداخل الاديار ممنوع اختلاط النسوان بالرجال. هلا هو بيظهر كان يحكي دائما لمرجده، لانه كانوا يعترفوا تقريبا شبه يومي انه عم بيسمعي هيك، وشو بدهم يعملوا؟ الرئيس اخذ الامر هيك. هوني مره تحركشت فيه بنت، بنت ضر اول شيء ضربته، كانت عم تحط عم تطعم الدودات، لانه بيعملوا طبق الدود بيطعموا بيطب مثل خزانه بس هيك طبقات فوق بعضها بعض، عم قاعده فوق هي عم تطعم الدودات، بتضربه بدوده لابونا شربل للاخ يوسف الاخ شربل، بترجع بتنزل على الارض بتشيل الدوده بتحطها بايده. هون اعتبرها مثل نوع من التحرش انه معجبه فيه، لا ما بتطلع فيه. هون ترك دير ما يفوق بدون ما يخبر حتى خاله، لانه خاله كان معه بونا دانييل كان معه بالدير، مشان هيك وقت الهرب هرب وين راح؟ راح على عنايه لعند الحبيس ليشا خيو للقديس العنط الله. هونيك هو عاده حسب قانون الرهبنه يطرد من الرهبنه الشخص يلي بيعمل، يعني الرهب اللي بيعمل يعني اللي بيفل من ديره وبيترك مبتدي بدون اذن الرئيس بيعتبر فسخ ابتدي خلص انتهى. مشان هيك حطوا برزنامه ما يفهم ابير اسمه حاطين فشح يعني ترك، مشان هيك خيو خاله لابونا شربل بونا دانييل ودع ابو عكفرة انه وينو يوسف روح لعنكم. هون اهله كتير بيزعلوا انه بيعتبروا خي شلح انه هيدي عار. بعدين مشان هيك امه بترجع على العنايه بتروح ورا بتقول له يا بصيرها منيح يا تفضل مشي معي هلا على البيت، ما بدي اياك تترك، لانه فكروا صار براسهم القصه انه ترك، بس هو بعدين فهموا انه ما ترك، راح لعند بونا ليشا مشان يرجع يعيش القانون. يعني الرئيس اللي كان بهيك الايام مع ايام بونا شربل كان هو عم يخالف القانون. بونا شربل راح لعنده لعند ليشا، وليشا كتب للقديس العنط الله ومش الحال وكمل ابتدي بعنية. هلا كمان هيك بنحب نوضح شغله للمشاهدين انه ببلده ميفوق حاليا في مغاره بسموها مغاره مار شربل الحصار، يعني بيقولوا وقت كان بهيدا الدير كانوا يروح لعند اهالي مغاره يصلي فيها وبيحتفلوا فيها بالذبيحه الالهيه بكل هيدي معلومه جديده ما بعرفها. حلو غنى حلو. وهم بعد ما يعني ابتدى وندر، عاده حسب القانون نحن بالرهبنه قديما بيخلوه يشوفوا اذا بيعملوا اخ عملي ولا بيعملوا كاهن. بقي بونا شربل حوالي 3 سنين مع ليشا، كان يعلمه الكتابة والقراءة والسرياني والترجمة، وعلمه لاهوت، كان يعلمه لاهوت أدبي بهيك الأيام. يعني فينا نقول إنه القديس شربل كان مثقف جدا وبحب العلم. بالنسبة لعصره أكيد كان مثقف جدا. مش بالنسبة لعصره، لأنه هيك إمكانياتهم هيدي هالقد كانت أكيد. يعني.
وبعدين بس رجعت 56 رجع كتب ليشا مكتوب لخيه لسان عم طلق، قال له هيدا بدنا نعمله كاهن بيطلع كاهن قديس. فعلا بيودوعك في فين سنة 56 هونيك بيحضر وفاة الحرديني. أنا برأيي وفاة الحرديني كانت له نقطة تحول كبيرة، لأنه كان في أزمة كتير كبيرة بالرهبنة، والرهبنة انشقت 56 لل 59 كانت الرهبنة رهبنتين، رهبنتنا يعني الرهبنة اللبنانية المارونية، صار في رئيسين عامين وسلطتين، سلطة معينينة من روما وسلطة منتخبة انتخاب. بقى مارشال بالوقت اللي صار من المنتخبين يعني اللي هن انتخبوا انتخاب يقولوا هو بديك متعدين على السلطة، واللي عيوني من روما قالوا نحن عم نطيع وشو بده روما بنعمل، شو بده البابا بنعمل مثل ما بده. هون كتير رهبان عاشوا بأزمة. بس مات الحرديني ومن أول يوم ضوي، الحلو كان حاضر وقت وفاة الحرديني، شاف النور كيف طلع منه وشاف النور كيف طلع من القبر، ومن أول يوم بلشت العجيب. هيدا هون أول عجيبة عمل الحرديني بعد موته كبير، يعني مرض رئيس العام الثاني استدعى دغري، هلا استحقها ما بقى يقدر يعمل ملاعيب، خلص استحقها، ودى ورا رئيس العام المعين من روما وأعلن خضوعه. وبعد شهر ونص يعني التحم قسم كبير، بقي بس قسم، لأنه عندنا في 5 مناطق بالرهبنة، بقي قسم واحد خارج. لسنة 59 توحدت الرهبنة. إذا هيدي موتة الحرديني وحياة الحرديني اللي تعرف عليها، وحتى ليشا كمان، عطوه كتير دفع باتجاه الحياة البطولية مع ربنا. هلا بعد ما ارتسم سنة 59، هلا هون بالرسامة في عنا مرجعين، أنا آخر مرجع بتسوق، في عنا مرجع إنه بكفيفين برزنت كفيفين ارتسم بشو اسمه بنيسان، رجع بعدين هو كم واحد ارتسم ببكركي. يعني عندنا رسامتين لقالوا مدونين وبتاريخ مختلف، قد يكون انه اعتبروا انه لانه كان تحت السن، لانه انا حسب نظرتي بقول خلق سنه 32 تقريبا، معناتها سنه 59، سنه 59 بيكون عمره اقل من 29 سنه، اوكي؟ يعني بيكون بده تفسيح، عشان هيك رجعوا عملوا له تفسيح ورسموه مره ثانيه ببكركي. هلا هيدي نظريه. بعد ما ارتسم ودوه على مريعوب، حد منكم حد بشعلي؟ نعم. هلا قديش المده اللي قعدها هونيك ما بعرف، بس انا صراحه اول ما رحت على مريعوب بعد ما كنت بعرف انه مارشال بالهونيك، حس بحضور منه طبيعي بالدائر. طيب بعدين اكتشفت في عنده هيك رهجه، بس بتحس لانه مرق بهالدير كثير قويه، بتحس لانه مرق بهالدير، انا بحس بخشعه، مع انه ما كنت عارف ابدا انه مرق هونيك بمريعوب. انا قعدت صيفيتين ثلاثه بمريعوب وبدي طويله، بس كنت حبه هالدير، وكنت حس بشي بيشدني، لبعدين اكتشفت انه مرق بمريعوب. هلا بوناليشا ما خليه يطور كثير بدير مريعوب، بده اياه، كان يحبه كثير لبوناشربيل وبده يعمل حبيس. بوناشربيل ما كان يطلب ولا طلب ابدا، ولا يقول انا بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك. بقى صار يلح، اخر شيء ودوا له اياه. هلا على الارجح هو، لانه التغييرات بتصير بتشرين ثاني سنه 59، على الارجح قد يكون بهيدا ب 59 سنه بتشرين ثاني سنه 59 او كانون اول او بعد 3 سنين سنه 62. مهم عيش مدي، هلا يقال حسب التقليد انا سمع 6 7 اشهر عيش بمريعوب، بس تقليد ما في شيء مكتوب، بس انه تقريبا بهالوقت. بس طلع على عناية، كان عادي يشتغل فعل عادي، ما كان عنده ولا مسؤولية أبدا، لا خوري رعية ولا يوعظ ولا عنده مسؤولية ولا كان شغيل عادي، شو يعطوه أوامر يعمل. بس شو الحلو فيها، أهم شغلة بمارشال أنا بقول بشغله، كان أحيانا كتير لأنه ما كان يقول لا لحدا، كان يشغلوه يعني يتعبوه، يشتغل من على بكرة لغياب الشمس. مزبوط. ما كان يعرف ضو النهار بالدار، يقوم من نص ليل، من نص ليل يقوم على صلاته، يصلوا صلاة الصبح، يقدس قديسه ويحمل حاله، أنا ما كانوا يتروقوا قديما، كان قانون الرهبان ياكلوا مرتين بالنهار، الساعة 10 والساعة 4 5 بعد الظهر أو شيء، ما كانوا ياكلوا 3 مرات، هو يمكن أغلب الوقت كان ياكل أما مرة أو أحيانا ياكل مرتين، ويخبروا عنه وقت وجاي من الحلقة تعبان، يجيب له الأخ الكرارجي 4 طلامين، 4 أرغفة طلمة خبز سميك. مزبوط. يحط له اياهم على الشباك، يا حرام يضل راكع ويتركهم على الشباك.
مشان يتعشاهن يعني، كان احيانا يا اما ينسحلوا بيقولوا حسب الشهود، يا اما هو يتركهم يرجع يجي الاخ يلمون يشوفهم انه ما اخذهم يردهم على المطبخ. كان يشتغل بصمت هو بالحقله، ما كان يحكي ولا 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 مع حدا ابدا، كان على طول فكره مع الله. هو راي على الطريق كان يمسك مسبحته، وهو جاي من اللي هو راي على الحقله يحمل مسبحته، هو جاي يحمل حطب لانه كانوا يولوا على الحطب، يطبخوا على الحطب، كل شيء على الحطب. ما كان يعني في غاز، ما كان في غاز مثل، كان كل يوم يجيب معه من الحقله هسه يكون على الحطب الرفيع، يحطه على ظهره حمل ويجيبه حسب ما يرجع فاضي ومسبحته بايده. والاحلى من هيك كان على طول يصلي، وقت اللي كان يضرب المعول او يعمل اي شغله ثانيه كان على طول فكره مع الله. بخبروا عنه وقت اللي حكوه كان احيانا يطول حتى يستعيد فكر، يستعيد افكاره. وبيخبروا عنه كمان انه مره بعيد الموتى بيخبر عنه الاخ الياس المهريني، كان هو هيك عم يفلح على البقر على الفدان، وهيك حد منه عم ينكش في محله الفدان ما بيقدر يوصل، يا اما بيشلوا العريش من قدامه يا اما بحفتير محل ما بيقدر مشان يكون الارض كلها سوا مفلوحه. صار يصلي بايده على وجهه بكثره، قال له شو في؟ ليش عم تعمل هيك؟ قال له اليوم اسبوع الموتى، كل ما نصلي للموتى كل ما بيزيد الناس بيرتاحوا اكثر بهالمعنى يعني. وقال له قد ما بنصلي قد ما نحن ربنا بيستجيب وبيشيل انفس من المطر والى ما هنالك. هلا النص هذا اكبر نص حكي مارشربل بحياته، اطول النصوص بيطلع له شي حوالي صفحه تقريبا. وبشهاده الاخ الياس المهريني هذا اخ قديس، بتحس قديش مارشربل كان عنده هم. هلا اوكي بتحس الشغل انه عادي عنده، بس كان عنده هم النفوس، هم انه يحب الاخرين ومحبته. يعني هلا انا بقول عظمه مارشربل مش لانه صام وصلى واشتغل وتعب ولبس المسح وعريق وتحمل اهانات، انا بقول هودي كلهم سوا هينين، بس الاهم شيء هي محبته. كان انسان بسموه سكران، انا بسميه هو سكران، هيدي كلمه سكران هيدي ماخوذه من مكارم السمعين المنحول، هي النظريه من القرن الرابع رهبانيه، انه بيصيروا سكرانين بالله اللي بيحكي عن الصلاه الدائمه. هو مثل واحد ما بيعد، مثل السكران ما بيعد يفكر الا بالشرب بهالمعنى، الناس ما بيفهموها، بس انا بسميه يمكن اقرب للمنطق بالمفهوم الحالي، بسميها الغرام. كان مغروم بالله، ما كان عنده يفكر فيه إلا الله. هيدي نقطة مهمة كتير، إنه كان يحب الله إلى أبعد الحدود، ويحب أكثر من هيك مش بس حب الله، حب الناس إلى أبعد الحدود. يعني لأنه مش ممكن واحد يحب الله ويترك الناس، مشان هيك منشوفه. لأنه كمان هيك إذا بدنا ناخدها مثل دليل من الإنجيل أو استضاحة من الإنجيل أبونا، بنكون عم نشوف وقتها المثل اللي اعطاه، قال له كنت جائعا فاطعمتموني، كنت مريضا كنت عريانا يعني. صح، هون بتاكد لي الكلام انه المسيح ما طلبنا بالصوم والصلاه والقداس والمناوله وقريه الانجيل ومساعده الكنيس وعم بين الكنيس، طلبنا بعمل الرحمه. يعني انا اذا بدي صلي وما اوصل لعمل الرحمه للمحبه ما لها معنى صلاتي. هذا الشيء اللي عيشه مارشربل، كان محبته لكل الناس حتى للحيوانات. يعني حتى ما كان يقدر يأذي بيخبروا عنه نحلة أو حية، تخيل ما كان يقتل شيء أبدا، كان عايش كتير هيك بمحبة بكل الاتجاهات. بدي خبر عنه هون نقطة قديش كانت محبته كبيرة. مرة فات لعنده أبونا بيت البيروتي من أرض بسيط، شو اسمه يمكن يوسف البيروتي يمكن، مهم فات على كنيسة المحبس يلاقيه مفحش وعم يبكي، طقطق من البكي شمط له قلبه. زلمي عمره 65 سنة عم يبكي، انه ليش عم تبكي؟ ما كان يرد علي، عم يقول لي ليه عم تبكي؟ ما كان يرد علي، عم يقول لي ليه عم تبكي؟ خشي بس لج عليه كثير، قال له بخبرك بس تحت السر ممنوع تخبر حدا. قال له ايه اوكي. قال له هلا مات واحد من علمات هودي شيعة ونفسه نزلت على جهنم. تخيل قديش كانت محبته. نحن هلا بنقول عمره ما يرجع أمة محمد، ما ينقطع بداره، مش هيك متمنى دائما نحن بنقول هيك؟ لكن دي صار كوني وحب كتير كبير. يعني صار عنده الإنسانية فوق مش أي اعتبار ومحبة، مش بس الإنسان، محبة الإنسان والآخر، مش بس الإنسان، يعني صار حب كتير كبير بشكل منه طبيعي.
عم بيفحش عليه. تخيل يعني اهله ما بيفحشوا عليه على قد ايه، ورجال كبير، عند الرجل بيبكي بس يكون عنده حزن كبير. مهم طلع لبرا، هي الابونا شو عم بيعمل، شو ليش عم يبكي على هالزلمه، ومحتار. سمع قويس من علمات، طلع انه هذا زلمه كان بامريكا ومرتاح ماديا، وبتعرف يمكن منين جايب مصرياته وكيف عايش حياته. الله الله بيعرف وينور الجميع ويرجعوا الجميع على درب الرب. هلا بدي اقول بالنسبه لدخوله للمحبسه. نعم. بالنسبه للمحبسه بيظهر انه هو ما طلب يفوت على المحبسه، حسب دراستي انا بقول هو ما كان طلب منه، مع انه القانون بيقول انه لازم يكتب للرئيس العام والرئيس العام يوافق على دخوله المحبسه. بس مارشاربيل مش بهالاطار. رح اقول لك كيف صارت القصه، القصه انه ليشا هو اللي تعرف عليه، بونا ليشا خيو القديس عم طلع وكان حبيس بعنا اياه، اللي تعرف عليه هو مبتدئ وحبه كثير لانه كان قديس. ليشا فهمه وشافه كيف عم يكبر كل يوم بيومه، وبس كان بيمرعه بطلب وجي لعنده. ومع انه كمان رئيس العين بهيك الوقت كان بشاري اسمه فريم جعجع، كان وقتها في ازمه بالرهبنه، صاروا يصفوا كل منطقه بمنطقتها. يعني مثلا نحن هلا بالرهبنه عندنا 5 مناطق، هي منطقه الشمال وجبيل والبترون، بيرجع كسرواني، بيرجع المتنه، بيرجع للشوف. هذا تقسيم، تقسيم ايام لبنان القديم بهالاتجاه. نعم. بقى فريم جعجع صار يعني سحب كل الرهبنه حطهم عنده بالشمال لانه هو كان من الشمال. الا ليشا ومارشاربيل. طيب انه نقطه استفهام، ليش ليشا تركه؟ لانه خيو القديس انا مطلع وقال له خلي لي بونا شاربيل، وصار يطلب من رئيسه تحت يا خي ابعثوا لي على المحبسه، ما كانوا يقبلوا. يا خي بدني تحت بيشتغل، بيشتغل كثير، بدنا شغيل، ما كان يطلع. اخر شيء شو صار؟ صار انه بيوم من الايام كان مارشاربيل كمان حتى مش بس يشغلوا بالحقل، كانوا يرعوا المعزي، كان يهتم بالمعزي. وبتعرف المعزي بالصيف مثلا بهيك شعوب كثير ما بتعتر على العنزه بالشعوب، بسموها بيقيلوها بينيموها الظهر وقت الشعوب يعني محل الفي، وقرب ما بدها 3 4 بيسرحوها لحتى تتعشى، وما بيخلوها ترجع على تكون الدنيا دغشه، تكون يعني برود وقدرت شبعت شبعت، وبيردوها بحلبوها وبياخذوا الحليب على الدير. حلبوا العنزات واخذوا الحليبات على الدير، كان صار الدنيا عتم. كان وقتها عم يحصدوا جايبين حصادين، عم يحصدوا شو اسمهم الشباب عاملين عوني تبع اولاد اهمي جايين شي 100 شخص ساعدوا الدير بالحصاد. والاخ الكرارجي كان وقتها مهتم فيهم، عم يعمل لهم واجبهم بمعنى طعميهم، كانوا يشتغلوا ببلاش على الاقل وبطعميهم يعني. هلا جابوا نشربي لانه حسب القانون الرهبني اذا ما صلى صلاه الخرس بده يصلي، اذا ما صلى مع الجماعه بصليها وحده، واذا ما صلى وحده خطيه، خطيه مميته بتوصل، لانه حتى القديس بيعتبروه اقل اهميه، عم بحكي بالقانون اقل اهميه من صلاه الخرس. اذا مجبور الرهب يصلي صلاه الخرس. راح لعند ما في مي بالسراج، قال له يا اخي اذا بدي تعبي لي سراج مي، سراجي مي، سراجي زيت. هيك دائما كان يعيط عليه الاخ الكرارجي. وين كنت بالنهار؟ قال له كنت بالحقلة. قال له قصاص لك ما في، ليش تجي مأخر؟ قصاص لك ما في، لك ما في لك زيت، مع انه هو بتعرف انه بالحقلة مش بأوامره يعني. شو بده يعمل؟ الآن بين شقوفين، انت طب انا شو بدي اعمل؟ الأخ هلا عم بيقول لي ما بده يعطيني زيت، وأنا بدي صلي صلاتي، يا رب شو بدي أعمل؟ وس أكثر من هيك، لأنه كانوا الرهبانة يعيطوا عليه لأبونا شاربيل، كان في معنا أولاد بالمطبخ من جملتهم لعواني، حطوا له بونك بالطريق تفركش وقع، صاروا يضحكوا بتعرف كيف. فاجتهم فكره للوليد شو بدهم يعملوا؟ قالوا تعال تعال بنحط له مي، شوف كيف بتضحك علي يعني، بتعرف لانه مي ما بتولع، بده يولع الولع ما بتولع، ليش مش عم تولع؟ بصير بدهم يضحكوا يعني، يعملوا مثل يتفرجوا عليه انه بده يولع ومش عم يولع معه. راحوا قعدوا يتلصصوا عليه وين بالبيت، بعدين حدوا عم يتفرجوا، بجيب بونا شرب اللي بيولع بيولع بينقسوا. طلع سوري معلش قديمه ما كان في تواليت بالغرف، طلع الرئيس يعني بالليل شافون شو عم تعملوا هون يا اولاد؟ بون الرئيس نقطع على السيره ولا معطرين؟ خافوا الرعب. شو القصه يا عمي؟ فات لجوا على بورشلونة غرفه الضاوي، هو كان مانع الكرارجي، كان مانع بينه وبينه مباشره بالكرارجي، ما قالوا لابونا شربي لانه ممنوع حدا يدوي بعد الساعه 9 لانه هو بده يصلي صلاته مجبور يعني.
بقال له كيف يا ابونا شرب المضوى سرج منك عرف ممنوع؟ قال له يا ابونا شرب اخبر يا ابونا الرئيس اغفر لي سامحني ماني عرف طفى ورجع في مي. مهم يعني شو يعرف الرئيس انه في مي؟ طلع فحص السرج طلع في مي. الرئيس المعتر ما عاد نام كل الليل، تخيل قدام المي تضوي وهيك عم يضحكوا على ابونا وكيف شكل ما عاد السرج ما عاد قدر نام كل الليل. وتذكر شو قال له الحبيس ابونا نيشا بعت وراه قال له يا ابونا شربيل بتحب تخدم الحبسة؟ بتحب تخدم الحبسة؟ ما قال له بتحب تعمل حبيس. قال له مثل ما بدك بونا الرئيس، انا سلمت ارادتي مثل ما بدك، انا بطيع مستعد شو ما بدك. قال له اطلع. بيقول كان معه كيس شعر يعملوا من شعر المعزي يعملوا كيس، ضب غراضه وحطهم على كتفه وطلع. هون بقي يخدم الحبسة 6 سنين. وهون ليشا كمان مرق بأزمة كتير كبيرة ما رح فوت فيها. كتبت عنه بمجلة المشرق عدد من شي سنة يمكن، عن ليشا حياة علمية، كتابة علمية، قصة علمية يعني. مهم هو أكيد ساعده كتير بهالتجربة لحتى ليشا طلع منها ويموت موتي. إذا فينا نكون أبونا هيك عم ننتقل للقداس الأخير لأبونا شربل، كرمال نكون عم نحكي بعد ما فات على المحبسة، قرر انه كان عم بالاحرى كان عم بيقدس، صار اعجوبة بالقداس، فيك تخبرنا عنها هيدي الاعجوبة؟ ايه اوكي. بقى كان عم بيقدس، هو كان ضيعة العوينة، كان ما عندهم كنيسة، كانوا اهل بعض اهل اهمج يصيفوا بالعوينة اما ينزلوا على الدير تيقدسوا، لانه كان كل مارون يقدس كل احد وايدها ما في مهرب منها، او ينزلوا على اهمج. هلا نزلي على اهمج او نزلي على الدير بعيد عليهم، اقرب عليهم المحبسه. مشان هيك يجوا، حتى في عنا عمادات كتير بالمحبسه، كانوا يجوا كل احد وعيد يقدسوا بالمحبسه ويحضروا قديس بونا شربيل اليوم الاحد بالاخص. الاحد اللي قبل عيد الميلاد، عيد الميلاد سنه 98 كان مساء بنهار احد. الاحد اللي قبله جين تيقدسه، كان جاي مرته للعويني ومعها بنت صغيره عمرها 12 سنه وشهرين حسب سجلات اهميش انا فت عليها، كان عمرها 12 سنه وشهرين وقت اللي حضرت القداس هالبنت. وهيدي البنت مش اول مره بتقدس ولا اخر مره بتقدس. هلا وقت اللي اذا بدنا نحكي بالقداس الاخير، انا حسب تقديري كيف نعمل مراحل ضرب الصليب، يعني 3 وقعات بونا شربل بقديس وقع، 3 وقعات بونا بور الزهر الله يرحمه بيقول وقعتين، بس في وقع اهملها لانه كيف ما وصل على محاضرة التحقيق، في عنا شهادة مهمة بمحاضرة التحقيق، هي شهادة الاخ بطر الجواد المشمشيني، مع انه عاطي شهادته عند بونا الله يرحمه بونا شبلي، بس مش ذكرها بالمحاضرة اللي حل فيها يمين، محاضرة دعوة التطويب. نعم. بيقول فيها يعني هلا بخبرها، بيقول فيها انه بونا شربل وقع صحيح وراحوا الناس اللي كانوا عم يحضروا القداس ما كملوا، بس بعد ما راحوا الناس رجع قام وشرب الكيس، لانه مش معقول بونا شربل، لانه عاده نحن بتعرف اذا كاهن مريض بيناولوه بدون ما يقدس، بس يقدس بدون ما يتناول ومر شربل انه مش ممكن تركب يعني. مشان هيك وقت بيحطوه انه غبي عن الوعي وقت اللي هو بالقداس وما عاد كمل قداس واخذوه دغري على المطبخ، مش دقيقه، الدقيقة أكتر إنه بقي بالمركع طول شوي ترجع، رجع قام قدس القديس، هو عم بيقدس مسك الكيس بتمه وعم يشرب الدم بعد ما أكل الجسد، أكيد عم يشرب الدم. هوني صار معه عارض، ركضوا عليه تيمسكوه، كان شرب الدم على الآخر، أخدوه، بس الحلو كان يضل يكمل القديس هو ماشي. هلا بالنسبة للعجيبة، البنت قلنا كان عمرها 12 سنة وشهرين، مش أول مرة بتقديس. بعد كلام التقديس كلام الجوهري، شو بتشوف هي؟ بتشوف طفل كتير حلو بإيدين الحبيس. في شهود كتير كتار كمان بيقولوا كان يشوفوا الحبيس يعني بعد كلام الجوهري عم بيشوف شخص مقابله كأنه يعني هو الناس يشوفوه كأنه عم بيشوف حدا، بس ما كان حدا يشوف، بس أول مرة حدا بيشوف اللي كان يشوفه الحبيس يلي هي شفت الطفل بإيد الحبيس. انبهرت قدام جمال الطفل يسوع، انه طفل وحلو كتير. خالتي شو حلو هالطفل بايدي الحبيس، سكتي ولي سكتت وحطي ايدي على تمها، ممنوع الحكي بالكنيسه بكنيسه المحبسه. بعد وقت بده يكسر القربين، بتعرف نحن بيكسر القربين بيقول بحط دم معها، المهم بيكسر القربين
آمنا وتقدمنا ونكتم ونختم ونكسر إلى ما هنالك. عم يكسر البنت. شو شافت هيديك البنت؟ شافت عم يفسخ الولد. تخيل بنت عمرها 12 سنة عم تشوف الولد عم ينفسخ. يعني قد هيك صارت تصرخ، لك شو بكي عم تبكي ولي؟ لك قلت لها مش شايف الحبيس عم يفسخ الولد. يعني بعدين فتشوه لانه ما عرفوا شيء، سكتي ولي سكتتها، بس مهم بعدين فتشوه شو شفتي وجيبوا كان فهموا ساعتها انه هيدي عجيبه. وهي العجيبه بيقدمها التنوري، ناطس التنوري وقديس كمان هلا الرهبني قدمت له دعوه، بيقدمها من جمله العجيب لقبول دعوه التطويب لمر شربي. التنوري هذا قديس بيسكرها وبيسكر بيقول هذه طفل طفله بريه وبسيطه، انه مش ممكن تكذب والاشياء اللي صارت معها يعني. هيدي هي العجيبة تبع أبونا حنا اسكندر. أنا بدي أشكرك، دهمنا الوقت وخلصت حلقتنا هيك سريعا، مقابلتنا عفوا. أنا بدي أرجع أتشكرك. كلمة سريعة إذا بتحب توجهها. بدي أقول للمشاهدين قديس سر قديس مار شارب اللي هي محبته، حب الله، اكتشف حب الله وصار مغروم بالله بالصلاة وبالصوم بكل شيء. بعدين انتقلت حب الله، انتقل لمحبة الناس، صار يخدم الناس ويحب الناس. إذا نحن سمرت صومنا وصلاتنا وكل شيء لتوصل للمحبة. إذا صلينا وصمنا وما حبينا منا مسيحي ولا شيء، وسنطالب يوم الدينون بأعمال الرحمة. برجع بتشكرك أبونا. مشاهدينا فاصل وبعدها منكفي حلقتنا.